لا تغضب المولى، لا تغضب المولى وتوبوا واتقوا. وكخائف خروا على الأذقان، القمر يهديكم إلى نور الهدى، والشمس تدعوكم إلى القمر يهديكم إلى نور الهدى، والشمس تدعوكم إلى الإيمان، ظهرت لكم آيات خلاق الورى في ملككم لمؤيد سبحاني. هل هذه من قسمه، هل هذه من قسم عمل منجم، أو آية عظمى، أو آية عظمى عظيم الشان؟